بسم الله الرحمن الرحيم. هحاول اليوم إن شاء الله معكم ننهي شابتر 2، بس قبل ما ننهي شابتر 2 بدي أحاول نراجع ما أخذناه قبل الإجازة. لا، إحنا كنا قبل الإجازة بنحكي عن موضوع الـ E transitions أو الـ epsilon transitions، وقلنا الـ epsilon هي عبارة عن transaction أو transitions بمكني إن أنا أنتقل من state إلى state من دون أي input. وحكينا إنه الـ E transitions هذا إلها فائدة إنها بتسهل علينا عمل أو بناء non-deterministic finite automata. فبوجود الـ epsilon فأنا من السهل إن أبني non-deterministic finite automata، وأيضا non-deterministic finite automata هاي ممكن بعد كده نتعامل معها ونحولها إلى deterministic finite automata أو non-deterministic finite automata. فقلنا الاختلاف الوحيد إنه هنا في الإبسلون أنا في إيه، إنه بزيد عنا في التابل، في هذا التابلز بزيد عنا إنه إحنا بنوضع هنا عمود وبمثل الإبسلون كترانزيشنز وليست كألفابيت. تمام، فنرجع تاني نشوف مراجعة سريعة اللي أخذناه. قلنا إنه الاختلاف الوحيد في الإبسلون أنا في إيه هو عمود جديد بمثل الإبسلون، وقلنا إنه الإبسلون بتمكنني من مبدأ الأوبشناليتي، وهذا قلنا من أهمها أو الخصائص إنه أنا بإمكاني أقدر أعمل conjunctions. يعني هاي non-deterministic finite automata هي عبارة عن two option، إما كلمة web أو إما كلمة eBay. فمن السهل إني صرت أنا أربط أي two non-deterministic finite automata في one non-deterministic finite automata من خلال الإبسلون. هذا مثال كان بيربط two non-deterministic finite automata، واحدة إنه بكون the last symbols صفر، والثانية إنه contains only once. فهاي في عندها two options. الاوبشن الاول انه ينتهي بسمبل zero، والثانية انه كل العناصر اللي فيها بتكون ايش وحايد. هذا مثال رابع انه non-deterministic finite automata اما يكون عدد الاصفار صفر، عدد الاصفار odd، او عدد الوحايد ما يكونش مضاعفات الثلاثة. وهاي هذا الشق الأول إنه عدد الأصفار odd، وهذا الشق الثاني إنه عدد الوحايد ما يكونش مضاعفات الثلاثة. وهاي قلنا اللي هي عبارة عن موضوع الـ enclosures. في مصطلح الـ enclosures وهو إنه هو عبارة عن مجموعة الستيتس اللي أنا ممكن أوصل لها من ستيت إلى ستيت أخرى من دون أي input. فمثلا هنا Q0 primes ممكن أنا أوصل Q0، يعني إذا أنا كنت في Q0 prime فأنا already واصل Q0 من دون أي input، فأنا مش محتاج أي input عشان أوصل Q0 من Q0 prime. فالآن Q0 الـ enclosures للـ Q0 primes هو عبارة عن الـ Q0 primes هي نفسها itself and Q0. فهنا زي ما احنا شايفين في الجدول انه Q0 primes الكلوجر تاعونا هم عبارة عن Q0 primes والQ0. Q0 الكلوجر هي عبارة عن set of states اللي هي Q0. Q1 هي عبارة عن Q1 لانه ما فيش عندي closures من او epsilon من Q0 الى Q1. كذلك Q1 نفس الشيء الكلوجر إلها هو Q1، وQ2 الكلوجر إلها Q2. هذا مثال ثالث إنه بوضح شو هنا الكلوجر لواحد. الكلوجر لواحد هو عبارة عن 2 و3 و6 و4، بينما الكلوجر لاثنين هم عبارة عن 2 و3 و6. الكلوجر لأربعة هي عبارة عن 4 لوحدها، لأنه أنا ما بقدر أوصل خمسة من دون أي inputs إلا بخلال A.
هذا المثال زي ما احنا عارفين كنا بدنا نشوف انه هل 5.6 هذه كوورد از اكسبتد باي ذيس ابسلون لاندا تمانسس فايناتيت، وماذا فعملنا لها ادريفيشنز وبدينا من الدلتا هات كيو 0 ابسلون وصلنا كيو 0 وكيو 1 اللي هم الايكلوجر لكيو 0 وكيو 0 وخمسة انه انا اصلا بكون بادي من كيو 0 وكيو 1، فبالتالي اذا اجاني 5 بوصل من كأنه من كيو 0 5 اتحاد من كيو 1 و5 اللي هم الحالة السابقة اللي كنت فيها، فأكيد بوصل كيو 1 و4. فأنا بما أنه وصلت كيو 1 وكيو 4 فأكيد أنا وصلت الإيكلوجرز للواحد والأربعة، وهم بالتالي الإيكلوجر للواحد والأربعة هم نفسهم الواحد والأربعة. كذلك لما تجين الدوت فأنا بوصل كيو 2 وكيو 3، كيو 2 وكيو 3 الكلوجر تبعونهم كيو 2 وكيو 3 وكيو 5، لأنه الكلوجر لكيو 3 هم عبارة عن كيو 3 وكيو 5. إذا أجتني الستة فأنا بوصل الكيو 3 والكلوجر للكيو 3 هم الكيو 3 وكيو 5. في النهاية إذا أنا وصلت إلى سيت وكان أحد عناصرها final states في هذا الورد is accepted، فهن تقاطع هاي الستيتس مع الفاينل ستيت اللي هي 5 لا يساوي 5، فاذا هاي الوردز is accepted. الان هذا مثال شفنا كيف من خلاله احنا عملنا simulations ل 101 هل هي accepted ولا لا. فانا في البداية في Q0 prime، اذا اجاني epsilon فانا بكون في Q0 prime او في Q1. اذا انا في Q0 prime واجاني واحد وراها فايز، هذا الدايركشنز او هذا البرانشز ديدلوك. واذا اجاني كنت في كيو 0 واجاني واحد فبضل في كيو 0، كذلك بضل اعمل ترافيرس من كيو 0 واجاني 0 وحكوا واحد او كيو 0. اذا كنت في كيو 1 او كيو 0 واجاني واحد بروح على كيو 2 او بروح على كيو 0، فبنتهي هنا في حالتين يا اما في كيو 0 او كيو 1. اذا انتهيت باحدى الفاينل ستيتس فهي بتكون الورد از اكسبتد. هذا مثال ثاني كان، وقلنا هذا المثال بنوضح انه ايش هي اللانجوج اللي بتوصف بهاي الابسلون نون ديترمينست فاينايت اوتوماتا. فهاي هي عباره عن تو نون ديترمينست فاينايت اوتوماتا. الاول هذا بيحكي انه النون الاوتوماتا هاي بتقبل العدد الزوجي من الايز، وهاي بتقبل الاعداد مضاعفات الثلاثه. فهاي ككل بتقبل يا اما يكون عدد الايز زوجي او انه عدد الايز مضاعفات الثلاثه او كلاهم. هذا مثال قلنا كيف احنا نشوف الكلوجرز. الكلوجر الذي هم اكيد كيو وبي نفسها وكيو وار. اذا وصلت ار فانا بالتالي وصلت اس، فالكلوجر لبي اللي هم بي وكيو وار واس. الكلوجر لار اللي هم عباره عن ار واس. الكلوجرز لار واحد مثلا هي عباره عن ار واحد، ار اثنين هي عباره عن ار اثنين نفسها. طيب هذا اللي احنا وصلنا له قبل الاجازه. فالان احنا شفنا اهميه الابسلون نون ديترمينسس فاينايت اوتوماتا، وكانت اهميتها اللي بتسهل علي بناء النون ديترمينسس فاينايت اوتوماتا. فالان لو جينا سؤال كيف نحول الابسلون نون ديترمينسس فاينايت اوتوماتا الى نون ديترمينسس فاينايت اوتوماتا، بمعنى اخر انه انا بدي اشيل الابسلون. فصراحه هو في اكثر من طريقه ل حذف الإبسلون، وأنا بهاي هحكي الطريقتين. الطريقة الأولى ممكن أن أعتبرها هي الأضمن بما أنها هي عبارة عن سيستماتيكس، والطريقة الثانية ممكن تكون هي عبارة عن طريقة فيها نوع من التخمين أو حساب جميع البرانشز. فلو جينا في الطريقة الأولى، الطريقة الأولى قلنا إنه أنا في عندي non-deterministic finite automata اللي هي هاي موجودة علينا الموجودة أمامنا. الآن لو بدي أحول هاي أو بدي أشيل الإبسلونز هاي والإبسلونز هاي من هاي non-deterministic finite automata بطريقتنا، إنه أنا ببني جدول. فلو إجينا نقول طبيعة non-deterministic finite automata شو هي أو الإبسلون شو هي، دخول الإبسلون على non-deterministic finite automata إيش عمل؟
دخول الابسلون للنون ديترمينستك فاينايت اوتوماتا بحكي لك انه انا اذا كنت في ستيتس معناته انه انا ممكن اوصل للكلوجر لهي الستيتس من دون اي انبوت. يعني مثلا لو انا كنت في الستيت اللي هي زيرو فانا اكيد بالتالي موجود في الستيت واحد، فاذا كنت في زيرو انا اوريدي في الكلوجر لزيرو فهما زيرو واحد. إذا أنا كنت في واحد فأنا كنت أكيد في الكلوجر لواحد اللي هم واحد. إذا أنا في اثنين فأنا أكيد في الكلوجر لاثنين اللي هي نفسها اثنين. وهنا نفس الشيء إذا كنت في ثلاث فأنا أكيد في الكلوجر لثلاث. فالآن non-deterministic finite automata تحتوي على subset من total set of states واللي هم بيكونوا من ضمن الكلوجر او الكلوجر نون ديترمينستك فاينايت اوتوماتا. فعشان هيك بدنا اول عمود اللي هو هذا العمود بيمثل الكلوجرز لكل ستيت. فالان الستيت زيرو مين الكلوجر تاعتها؟ الستيت زيرو فهمنا الكلوجر صفر وواحد. ليش؟ لانه صفر وانا بقدر اوصل واحد من دون اني انبوت. هذا بالنسبه للعمود الاول. ونفس الشيء بدنا نجيب الكلوجر للواحد والكلوجر للاثنين والكلوجر للثلاثه والكلوجر للاربعه. العمود الثاني فانا بدي اعمل ترانزيشنز، يعني بمعنى لو انا كنت في صفر وواحد واجاني الانبوت الالفا بت اي وين بروح؟ فهنا بنقول انه اذا انا في صفر وفي واحد، اذا انا في صفر واجاني اي فهذا فايل، بينما إذا أنا كنت في واحد وإجاني A فهو واحد واثنين. فالآن على الترانزيشنز إذا أنا كنت في صفر وواحد وإجاني A بروح على واحد واثنين اللي هي أكيد هي عبارة عن فاي اللي هي جاي من أنا في صفر وإجاني A أكيد فاي اتحاد. إذا أنا في واحد وإجاني A يا إما بطلع في واحد أو بروح على اثنين فواحد واثنين، فاي اتحاد واحد واثنين اللي هم الواحد واثنين. الآن الشغلة الثالثة إنه أنا بجيب في العمود الثالث بجيب لي كلوجرز لهاي الستيت اللي أنا وصلت لها. فأنا وصلت من خلال من زيرو بوجود بقراءة الانبوت A أنا وصلت لواحد واثنين. معنى الابسلون ممكن يكون هنا ابسلون في واحد أو ممكن في اثنين. فأنا إذا وصلت واحد واثنين فأكيد بالتالي أنا وصلت الكلوجر لواحد واثنين. الكلوجر لواحد واثنين هذا بيمثل في العمود الأخير. فالكلوجر للواحد واثنين هم عبارة عن الواحد واثنين نفسها لأنه ما فيش أي ابسلون بين واحد واثنين. نفس الشيء بنكمل الآن الكلوجرز للزيرو هم الصفر نفسها واحد صفر وواحد. إذا أنا كنت في صفر أو في واحد وجانبي بكون فاي. إذا مين الكلوجر للفاي فأكيد فاي. هنا نفس الشيء الآن الكلوجرز للواحد اللي هي واحد نفسها إذا أنا في واحد وإجاني إيه أكيد بروح يا إما في واحد أو بروح اثنين. فالكلوجر للواحد والتنين هي الواحد والتنين. ونفس الشيء هنا لو إجاني بي بضلف من إيه من واحد وإجاني بي فاي من واحد. الكلوجر لفاي هم عبارة عن فاي. الآن الكلوجر للتنين هم عبارة عن تنين. من تنين من تنين وإجاني إيه فاي الكلوجر لفاي هو فاي. الآن نفس الشيء الكلوجر للتنين هم عبارة عن تنين. من تنين لو إجاني من تنين لو إجاني بي بروح على ثلاثة. والكلوجرز للثلاثة هم عبارة عن الواحد والثلاثة. وبنكمل أنا في ثلاثة الكلوجر للثلاثة هم واحد وثلاثة. ولو أنا كنت في واحد أو في ثلاثة وإجاني إيه يا إما بروح بضل في واحد أو بروح اثنين فمعناته أنا في واحد واثنين. الكلوجر الواحد اثنين هم عبارة عن واحد واثنين. وكذلك لو أنا في واحد أو ثلاثة وإجاني بي فأكيد هذا فاي والكلوجر إلها فاي. هيك أنا بكون أخذت جميع الاحتمالات إنه أنا لو كنت في أي ستيتس. فبدنا الآن نرسم نون ديترمينستك فاينايت أوتوماتا حسب هاي المعطيات. فالمعطيات هنا بتقول إذا أنت كنت في الستيت صفر وواحد أو اثنين أو ثلاثة اللي هي النون ديترمينستك فاينايت أوتوماتا فأكيد وبالوجود الإنبوتس A و B فأنت بتوصل لكلوجرز لهاي. فالآن هدول التو كولومز أنا مش محتاجهم وبحاول أرسم
ابصم هاي الترانزيشن ستيبل. فلو حاولنا نرسم الترانزيشن تيبل يعني هنا لو انا في الستيت زيرو، فخلينا انا احاول ارسم هذا باستخدام التول اللي احنا حكينا عنها. فهنا بنيجي نعمل انسيرت لكيو زيرو، فانا لو انا في كيو زيرو واجاني A بروح على كيو واحد او كيو اثنين، فهو كيو واحد وكيو اثنين. فالان انا في كيو زيرو واجاني و A بروح على كيو واحد واجاني A بروح على كيو اثنين. الان لو انا في كيو زيرو واجاني B بروح على فاي، فبما انه هاي هي عباره عن نون ديترمينستس فانا ما في داعي ان ناخذ هذا الاوبشنز في رسمتي. لنيجي لو انا في كيو واحد واجاني A بروح على واحد واثنين، فانا في كيو واحد واجاني A بضل في كيو واحد، او انا في كيو واحد واجاني واحد بروح على اجاني A بروح على كيو اثنين. هل لو انا في كيو واحد واجاني B بروح على فاي، هذا مش حياخده. فالان نيجي للاحتمال الثالث، لو انا في اثنين واجاني A بروح على فاي، هذا مش مقبول. لو انا في اثنين واجاني B بروح على واحد وثلاثة، فانا لو انا في اثنين واجاني B بروح على واحد، ولو اجاني B بروح على ثلاثة، فبنضيف ستيت جديدة اللي هي كيو ثلاثة. فهنا لو انا في كيو اثنين واجاني B بروح ايضا على ثلاثة. الآن ضل احتمالات B، فلو الآن أنا في ثلاثة وإجاني A بروح على واحد واثنين، فأنا في ثلاثة وإجاني A بروح على واحد واثنين، هاي واحد وهاي اثنين. فهيك أنا بكون رسمت رسمة الـ non-deterministic finite automata من خلال بعد حذف الإبسلون منها. نرجع للسلايد اللي احنا كنا فيه. فهاي هي الـ non-deterministic finite automata اللي أنا هرسمها. الآن في شغلة عندنا الآن تحديد الفاينل ستيتس مين هم. الانيشال ستيتس هي معروفة، الانيشال ستيتس هي صفر، لكن الفاينل ستيتس مين هم. الفاينل ستيتس هنا بنقدر نحددها من خلال أي ستيتس أنا بقدر أوصل من خلالها إلى فاينل ستيتس without any input. فمثلا هنا أنا صفر من دون أي input أنا بقدر أوصل واحد، من صفر بقدر أوصل واحد، وواحد هي عبارة عن فاينل ستيت، فبالتالي صفر لازم تكون final states. ونفس الشيء هنا ثلاثة أنا بقدر أوصل من ثلاثة إلى واحد بإبسلون، فهنا لازم تكون برضو ثلاثة is a final states. فهنا بنحدد بنقول إنه والله هذه هي رسمتنا، والfinal states هم عبارة عن صفر وواحد وثلاثة، الinitial states هم عبارة عن هي عبارة عن صفر. لو أخذنا مثال تاني، هذا برضو مثال تاني ممكن من خلاله كيف نحول أو نشيل الإبسلون من خلال non-deterministic finite automata. فبنفس الأسلوب إحنا بنعمل جدولنا أو جدولنا هذا، وبناخد الكلوجرز لكل states، وبعدين بناخد الترانزيشنز لهذا الانبوت اللي هو يعني هنا لو أنا في صفر وإجاني A فأنا بروح على واحد أو اثنين، الكلوجر لواحد واثنين حسب رسمتنا. هذا الكلوجر لواحد هم عبارة عن واحد، الكلوجر لاثنين هم عبارة عن اثنين وثلاثة، فهنا الكلوجر لواحد واثنين هي عبارة عن واحد واثنين وثلاثة زي ما انتم شايفين في جدولنا. هنا بنكمل جدولنا، بنكمل جميع الجدول. فبعد ما ناخد بعد ما نكمل هذا الجدول أكيد زي ما حكيت بناخد العمودين الأول والثاني والأخير والتنين، هذول اللي في الوسط احنا بنلغيهم، وعلى أساسهم بنيجي بنرسم رسمتنا. وهاي هي رسمتنا حسب هذا الجدول. وزي ما حكيت انه انا بحدد مين هم الفاينل ستيت، فالفاينل ستيت هم عبارة عن صفر
يعني انا بوصل الصف الواحد من خلالها بابسلون، والواحد اللي لنا هي اصلا فاينل، وعندنا هنا الاربعه لان انا بوصل الواحد من اربعه، بوصل واحد without any final state without any inputs. لكن هنا اثنين مثلا بنقدر نقول اثنين هي عباره عن final state، لا اثنين متوصلين لثلاثه بس ثلاثه مش final state، فهنا اثنين مش final state وثلاثه مش final state، فالfinal state هو صفر وواحد واربعه. وهيك بنرسم رسمتنا انه احنا كيف نحول او نشيل الابسلون من خلال هاي systematics process. الان هذا مثال ثالث برضو، لو حاولنا فيه بنفس الاسلوب انه احنا بناخذ كل ستيتس وبنرسم بناخذ الكلوجرز لهاي الستيتس وبنعمل بعدين الترانزيشنز. لو انا في الكلوجرز واجاني ايه بروح وين، وبعد ما اخذ بعد ما اوصل لها بجيب الكلوجرز الها وهكذا، وبنرسم رسمتنا بنفس الامر. وبنحدد هنا الفاينل ستيت هم عباره عن بي وار. ليش؟ لانه بي انا بقدر اوصل بقدر اوصل هنا في هاي الرسمه، بقدر من بي بقدر اوصل ار من ابسلون، فاكيد لازم انها تكون بي عباره عن فاينل ستيت. لكن هنا ما بقدرش كيو نقول والله فاينل ستيت، لانه انا بدي لو بدي اوصل كيو لار لازم لي انبوتس اللي هو على الاقل بي او سي. فهي رسمتنا. هل هذا مثال اكسرسايزز ممكن انتم تحاولوا تحلوه لوحدكم وتجربوا طريقتنا هاي؟ فلو اعطيت نفسك 5 دقائق تحاول تحل هذا الاكزامبل وتشوف ايش النتيجه اللي حتكون معك، وان شاء الله ممكن من خلال البث المباشر ممكن نتناقش في الحل اللي انتم طلعتوا فيه، هل هو حل صحيح او في اي خطا. ممكن اذا عندكم اي اسئله من خلال المحاضره ان شاء الله اللي حنعقدها مباشر ممكن تسالوا او تطرحوا اي سؤال. في طريقتين زي ما حكيت لكم، انا ممكن انا اشيل الابسلون من خلال طريقتين اللي احنا بنسميها eliminating epsilon transitions، وهي طريقة يعني هي non-deterministic finite automata. فببساطة انا هاي عند الرسم لو عشان اشيل الابسلون اللي هم هاي وهاي، لو انا بدي اشيل هذه وهاي، فأكيد بدي أقول الآن أنا لو أنا في بي فأنا كأني موجود في كيو في آر، فأنا مش محتاج أي إنبوت عشان أوصل كيو وآر من بي. فأول حاجة بنقول من الآن مين الكلوجرز لبي، فالكلوجرز لبي هم عبارة عن كيو وآر. فالآن بمعنى إنه أنا في كيو وفي آر، هلا بما انه انا وصلت تو فاينل ستيتس فاكيد هاي بي حتكون فاينل ستيتس. كيف؟ هذا اول خطوه انه احنا بنخلي البي فاينل ستيتس لانه انا بقدر اوصل من خلالها تو فاينل ستيتس. الخطوه الثانيه الان بدنا نشيل الاركس، بس قبل ما نشيل الاركس اللي هم من بي وكيو ومن بي الار بدنا نستعيض عنه بارك تانية. فالان لو انا في بي واجاني اي لوحده فاكيد كانه انا موجود في كيو، فموجود في كيو واجاني اي فانا بوصل كيو واحد، فبالتالي فاذا انا في بي واجاني سنجل انبوت اللي هو اي فانا بوصل كيو واحد، تمام؟ ونفس الشيء هنا لو انا في بي كانه انا في ار واجاني اي فانا بوصل ار واحد، فعشان انا من بي من الانيشال ستيت ممكن اوصل ار واحد كيو واحد اي او اوصل ار واحد اي. فالان بنحط تو اركس. هلا لو كان في هنا انذر سمبل، يعني لو كان في بي مثلا، فالان هنا بدنا ناخذ احتمال البي. لو انا البي وين بتوصلني من بي، لو اجاني بي
وين بدي اروح في هذا الاحتمال النقل. لكن هنا في هذا النظام بتاعنا احنا ما فيش الا 1 الفا بت اللي هو ايه. فهيك انا رحت ربطت بي بكي واحد وبي ربطها في ار واحد، لانه لو اجاني ايه انا بقدر اوصلها اللي هو من خلال الاي هذا او الاي هذا. بعد كده الخطوه الاخيره انه انا ممكن اشيل اعمل ديليت للابس. هيك الطريقه الثانيه، بس هاي طريقه شويه نون سيستماتكس، ممكن لو كان زادوا الالفابت معنا ممكن يسبب لنا يعني خربطة او خطا معين. فهاي هي عباره عن نون ديترمينستس فاينت اوتوماتا وذاوت ابس. الان اخر موضوع بيحكي عن اللي هو الايكوفالنس اوف ديترمينستس فاينت اوتوماتا والنون ديترمينستس فاينت اوتوماتا والابس والنون ديترمينستس فاينت اوتوماتا. بمعنى انه في نظريه بتقول انه اي لغه ال اكسبتد باي ابس والنون ديترمينستس فاينت اوتوماتا هي هلاقي لها لغه ثانيه ممكن اوصفها بنون ديترمينستس فاينت اوتوماتا. بمعنى ان كل نون ديترمينستس كل ديترمينستس فاينت اوتوماتا الها ايكويفالنس ابسلون نون ديترمينستس فاينت اوتوماتا. وبما انه احنا بنحكي في النظريه اف اند اونلي اف، اكيد هذا الكلام حيكون بكلا الاتجاهين، يعني كل ابسلون ان اف اي لازم احولها الى ديترمينستس فاينت اوتوماتا، وكل DFA أو Deterministic Finite Automata ممكن أحولها إلى Epsilon Non-Deterministic Finite Automata. فلو إجينا لهذا الإثبات لازم نثبته زي ما تعلمنا سابقاً، نثبته بالاتجاهين. اتجاه سهل إنه أصلاً كل Deterministic Finite Automata هي حالة خاصة من حالات Epsilon NFA، فهذا اتجاه سهل. الاتجاه الثاني إنه أنا كل Non-Deterministic Finite Automata كيف أقدر أحولها إلى DFA. فاحنا تعلمنا اصلا خلال الطريقه السابقه اللي كانت subset constructions انه انا ممكن احول اي non deterministic finite automata الى deterministic finite automata في باستخدام subset constructions. وتعلمنا المحاضره هاي انه كيف احنا ممكن نشيل الابسلون. فبالتالي انا قادر احول اي non deterministic finite automata الى نون ديترمينستك فاينت اوتوماتا من خلال الطرق اللي خدناها وتعلمناها، ان انا اشيل الابسلون وبعدين اذا حصلت على نون ديترمينستك فاينت اوتوماتا ممكن احولها الى ديترمينستك فاينت اوتوماتا او دي اف اي باستخدام السبست كونستراكشنز. فالاثبات هنا بسيط جدا. الان زي ما حكيت انا سواء دي اف اي او ان اف اي او ابسلون ان اف اي كلهم هذول الثري اوتوماتا كلهم بيوصفوا regular language. regular language يعني ما فيش اي لغه تتميز عن لغه ثانيه او اوتوماتا تتميز عن لغه ثانيه انها بتعطي more power للكلام. فمثلا هذا مثال عندنا هي عباره عن epsilon non deterministic finite automata، عشان احولها ل deterministic فممكن انا اشتغل فيها بطريقتين. اول شيء بنشيل الابسلون، ثاني شيء بنحولها الى deterministic finite automata باستخدام DFA. فهذا مثال أمامكم، فممكن أنكم في البيت تحاولوا تحلوا هذا الإكزامبلز. هذا إكزامبل الثاني، إنه أنا في عندي إبسلون NFA بدي أحولها لـ DFA بنفس الأسلوب. أول شيء بتحولها إلى NFA وبعد هيك بتحول الـ NFA إلى DFA. بس ملاحظة في هذا الإكزامبلز إنه هنا استعاض عن باي باستخدام القوسين اللي هم فضيات، فهذه معناتها بعض الكتب ترمز إلى كأمتي سيتس اللي هي فاين. هذا exercises ممكن أنتوا في البيت تحاولوا تحلوا هذا، تحاولوا الإبسلون نون ديترمينستك فاينت اوتوماتا اللي ظاهرة أمامكم باستخدام أي طريقة. يعني تشيل أول شيء الإبسلون باستخدام سواء الطريقة السيستماتيك الأولى اللي هي الجدول، أو الطريقة الثانية أنه أنتوا تشيلوا الأركس اللي كل أركس حامل اللي هم الأركس الثلاثة هذول تشلوها باستخدام الطريقة الثانية اللي حكينا عنها. لكن قلت هذه الطريقة ممكن تخربط شوية لأنها بدك تأخذ جميع الاحتمالات. هنا أنا في واحد معناته أنا في واحد في اثنين، لو إجاني A معناته أنا بروح على ثلاثة، معناته تحط أرك من واحد إلى من واحد إلى ثلاثة أوي، وهذا إيش A تمام. هنا نفس الشيء،
لهذا الابسلون، وبدنا نشيلها بنفس الاسلوب. ممكن نشتغلها بطريقه السيستماتكس اللي انت حكيتها. ف وهذا اكسرسايز الثاني ممكن تحاولوا فيه انت تحلوه هيك. فبهيك انا بكون انهيت شابتر 2. اتمنى ان شاء الله هيك نعمل جلسة مناقشة، ومن خلال جلسة مناقشة بنشوف اذا في عندكم اي استفسارات. شكرا لكم لحسن استماعكم، وان شاء الله نلقاكم في محاضرة الديسكشنز.